فإن في السحور بركة. أرض الكنانة أم أم الدنيا كما يحلو لأهلها أن يطلقوا عليها؟ إنها جمهورية مصر العربية والتي تقع في الجانب الشمالي الشرقي من القارة الإفريقية، وتعد مصر من أقدم الحضارات في العالم التي ظهرت قبل كتابة وتدوين التاريخ. ومر على هذا البلد الكثير من الحضارات والتي بقيت شواهدها حتى الآن تذكر الأبناء بتاريخ أجدادهم وعراقة أصولهم الضاربة في التاريخ الإنساني. ومن أشهر معالم مصر الإهرامات وتمثال أبو الهول والكثير من الآثار الفرعونية والإسلامية، وهي من البلاد العربية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم أكثر من مرة. اهبطوا مصر دخل الإسلام مصر في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب في العام 19 للهجرة على يد القائد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويعتبر فتح مصر من الانتصارات العظيمة التي حققها المسلمون آنذاك. كانت استراتيجية المسلمين في صدر الإسلام تتلخص في معظمها حول نشر الإسلام في أصقاع الأرض، وكانت مصر في تلك الأثناء في يد البيزنطيين، فأنعم الله على أهل مصر بنعمة الإسلام، ودخل أهل مصر بدين الله الحنيف، وبدأ بعدها عصر الإسلام في مصر. ومن نعم الله على عباده وعلى المسلمين نعمة الصوم، وهذه العبادة التي تقام في شهر رمضان المبارك، الشهر الذي تفتح فيه أبواب السماء للعباد، فيستقبل المسلمون هذا الشهر بحفاوة كبيرة، وكل على طريقته. ففي مصر ينتظر المسلمون هذا الشهر بفارغ الصبر، ويستعدون لاستقباله بعد بلوغ النصف من شعبان، والاستعدادات تكون بتمويل الطعام وتزيين البيوت والشوارع والمساجد وإقامة الدروس الدينية الواعظة والتي تتحدث عن فضائل هذا الشهر
وما فيه من خير للعباد في الأنفس والأبدان. مليانة إيمان وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان أن تأتي البشارة ويظهر الهلال في كبد سماء مصر، ويعلن قدوم الشهر في وسائل الأعلام المختلفة، حتى تتحول شوارع مصر إلى احتفالية كبيرة، وتزدحم بتجارة الياميش والفوانيس وصانعي الحلوى من الكنافة والقطائف، ففي كل طريق وعلى كل جانب لا بد أن تقع عينك عليهم وعلى تشابك زينة رمضان، فتمتد الزينة على طول الشارع ويتوسطها فانوس كبير. أما الأسواق والمحال التجارية فتصبح كخلية النحل، فتنشط حركة التجارة بشكل ملحوظ، بحيث يتنافسون في توفير اللوازم الرمضانية المختلفة استعدادا ليوم فيه من العبادة والطاعة والعمل الكثير. وأجمل ما يحمله هذا الشهر الكريم هو أنه يقوي الروابط الاجتماعية، فتكثر الزيارات بين الأهل والأحبة والجيران، كل هذا في جو أخوي ومشاعر إنسانية فياضة. بعد غيابه وبقاله دامان قالوا قولوا شهر بدوله قالوا بساعات الصباح الأولى وطيلة أيام شهر رمضان المبارك، يعلو صوت القرآن الكريم المنبعث من معظم المحال التجارية وبأصوات مختلفة لكبار المجودين في مصر، وينتشر بشكل كبير بائع الفول لما لهذا الطبق من مكانة خاصة لدى المصريين في شهر رمضان. وهذا الطبق الرمضاني لا تكاد تخلو منه مائدة رمضانية، إذ أنها أكلة محببة لجميع الناس في مصر على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية. الإفطار لا يكون إلا بلمة الأحبة والأهل على مائدة واحدة، مائدة مليئة بالأصناف، أصناف الطعام والشراب. ومن العادات المحببة في بعض الأحياء في مصر هو تبادل الطعام بين الجيران، وبهذا تتنوع السفرة وتزداد أنواع الأكلات الشهية. أما بعد الإفطار فلا بد من كأس الشاي المصري والمعروف بالشاي الثقيل، والجنوب المصري تحديدا في الصعيد يكون جدا ثقيل، وهو مشروب مفضل لدى أهل مصر. ومن النادر جدا أن ترى هناك فقيرا في هذا الشهر الفضيل في مصر دون طعام أو شراب، فموائد الرحمن التي يقيمها الأغنياء تنتشر في كل مكان، ولا تترك مدينة أو قرية أو حارة لا ويجلس عليها الفقير والمسافر والذي لم تسعفه العودة إلى البيت، فيجد عليها الطعام والصحبة والأهل في جو تسوده المحبة والرحمة بين أبناء البلد. وللعشر الأواخر من رمضان طعم آخر
يعرفه المتعبدون، حيث تغدو هذه الأيام الفاضلة ميداناً يتسابق فيه المؤمنون بالعبادة والذكر، ويتنافسون في قراءة القرآن والتهجد، وأيضاً الإقبال على سنة الاعتكاف في المساجد، رغبة في التفرغ للطاعة واقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويصل هذا التسابق ذروته في ليلة 27 من رمضان التي يتلمس الناس فيها ليلة القدر. بالعبادة والتقرب إلى الله والمحبة يقضي الناس أيام الشهر الفضيل، شهر رمضان. هنا تنتهي الرحلة في مصر، وغدا إلى بلد آخر. تسحروا فإن في السحور بركة. الله أكبر.